في بيروت وبحضور الكاردينال ملكشارة بطرس الراعي بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للموارنة والسفير البابوي المقام جابرييل كاتشيا ورؤساء الأساقفة والأساقفة ممثلي أصحاب الغبطة المطارقة وفعاليات سياسية ورسمية وروحية واجتماعية والعلمية. وفي عبطه ذكر البطريرك يونان بميزات مار أفرام الذي يعتبر وجها مشرقا في تاريخ الكنيسة المشرقية وفي مسيرة البشرية الروحية ونوه بحياة الزهد لهذا القديس الناسك في الروح والمتقشف في الجسد والذي أيضا ذاق على مر العصور مرارة الطرد والتهجير وسلخ عن أرض أبائه. رغم التشتت والاضطهاد والتهجير سعت وما زالت تسعى كي تبقى أمينة لدعوتها كنيسة رسولية ناشرة حضارتها ذات الجذور الآرامية معترفة شاهدة ومستشهدة حبا لمعلمها الإلهي كارزة حية لإنجيل المحبة والسلام لا سيما الرجاء لأولادها النازحين والمقتلعين من أرضهم والموجودين هنا في لبنان وفي الأردن وفي تركيا وفي بلاد الانتشار. وفي نظرة عامة وجولة